السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني، الدرس من المدارس الثانوية التجارية والمدارس الثانوية الفندقية. Dear viewers, dear second grade students studying at commercial secondary schools and secondary schools for hotel affairs. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في بيتنا المدرسة ومادة اللغة الإنجليزية. حلقتنا النهاردة هي الحلقة الثانية في المراجعة. الحلقة الأولى احنا حلينا فيها أسئلة الامتحان، هنكمل بقية أسئلة الامتحان ونحل أكبر قدر ممكن. We will answer as many questions as we can. So, let's get started. أول سؤال معنا: Vocabulary and structure. Choose the correct answer from A, B, C or D. Number one: Letters and faxes are both types of. الخطابات والفاكسات هي أنواع من: A. Correspondence. B. Company. Correspondence يعني مراسلات. B. Company يعني شركة. C. Office equipment يعني معدات مكتب. D. Stationery يعني أدوات مكتبية. طيب أول حاجة عندنا correspondence يعني مراسلات، طبعا الفاكسات والخطابات هي أنواع من yes that's correct correspondence. Number two, I need some space about the goods. أنا محتاج إيه عن البضائع؟ A. Apologies يعني اعتذارات. B. Pollution يعني تلوث. C. Way يعني طريق أو طريقة. D. يعني details أو تفاصيل. طبعا أنا هحتاج بعض yes that's correct details يعني تفاصيل. Number three, it is polite to let the caller end. من الأدب أن تدع the caller يعني المتصل ينهي إيه؟ letter يعني خطاب. B. conversation يعني محادثة. C. meeting يعني اجتماع. D. phone. طبعا الناس لما هتشوف caller أول حاجة هتفكر فيها phone، طبعا ده هيبقى إجابة خطأ. ليه؟ لأن phone بمعنى يتصل أو بمعنى جهاز تليفون، طبعا دي مش هتبقى ملائمة للجملة بتاعتنا، فهنختار كلمة conversation أو محادثة. شوف السؤال بعد كده. Number 4, a company that sells goods to shops in large quantities is a. الشركة اللي بتبيع البضائع بكميات كبيرة للمحلات اللي هي بنسميها ايه؟ A. Retailer يعني تاجر الجملة التاجر القطاعي. B. Chain store يعني سلسلة محلات. C. Wholesaler يعني تاجر الجملة. D. Manufacturer يعني شركة منتجة أو مصنعة. طبعا الشركة اللي بتبيع بكميات كبيرة بنسميها That's correct, wholesaler. السؤال اللي بعد كده: A committee is a. اللجنة هي عبارة عن A. meeting room يعني غرفة اجتماعات، ولا B. group of people يعني مجموعة من الأشخاص، ولا C. director يعني مدير، ولا D. kind of agenda يعني نوع من جدول الأعمال. طبعا committee يعني group of people يعني مجموعة من الأشخاص. Number 6, the customer forgot to. الزبون أو العميل نسى إنه عندنا space the check. نسى إن هو يعمل إيه؟ bought يعني اشترى. sign يعني يوقع. sent يعني أرسلة. quote يعني تقدير للتكلفة أو التسعير. طيب في الحالة دي إحنا عندنا to يبقى نحتاج فعل، وفعل في المصدر، ففي الحالة دي هنختار yes sign يعني يوقع، وملائمة كمان معنا للمعنى. Number 7, he عندنا space me about it yesterday. طب yesterday دي من علامات زمن ايه او من الكلمات التي تدل على زمن الماضي. طيب طالما الجملة في زمن الماضي يبقى هنحتاج فعل في زمن الماضي. فين الفعل اللي عندنا هنا في زمن الماضي؟ yes told، وفي عندنا فعل said. طب ايه اللي يخلينا نختار ده او ده؟ يعني هنفاضل بينهم ازاي؟ طبعا احنا عارفين told لازم يجي بعد object او مفعول به، ففي عندنا هنا object اللي هو me، في الحالة دي هنختار told. يبقى he told me about it yesterday، هو اخبرني عن ده بالامس او البارحة. سؤال number 8, did you have a good weekend؟ هل كانت اجازة نهاية الاسبوع جيدة؟ Yes I. طالما ابتدينا السؤال بديد على طول بنقول الإجابة Yes I did. Number 9, he and in space work in sales يعني بيعمل في المبيعات. But now ولكن الآن he works in training.
but now يعني احنا بنقول ولكن الآن، يبقى احنا بنقارن بين حاجة في الماضي وحاجة في الحاضر. يعني هو كان معتاد ان هو يشتغل في المبيعات، ولكن الآن هو بيشتغل in training يعني في التدريب. يبقى هنختار yes numbers، يعني هنختار C used to. بعد كده سؤال number 10، if the engine يعني إذا if the engine وبعدين عندنا space the plane will crash. if the engine المحرك إذا وقف الطيارة هتتحطم. طب دي بتفكرنا بإيه؟ yes بتفكرنا بقاعدة إذا الشرطية أو a condition if. في عندنا بتتكون من إيه؟ بتتكون زي ما احنا عارفين من شقين أو جملتين. الجملة الأولى بنسميها جملة فعل الشرط. جملة فعل الشرط دي اللي هي بيكون فيها إذا أنت فعلت الشيء هيحصل كذا. طيب جملة فعل الشرط دي بتتكون من إيه؟ بتتكون if ومعها الفعل بيكون في زمن المضارع البسيط أو present simple tense. طيب الجملة التانية أو جملة جواب الشرط اللي هي بيترتب عليها الحدث اللي بيترتب على لو حصل ده هيترتب عليه، دي بنسميها جملة جواب الشرط وبيكون فيها الفعل في زمن المستقبل البسيط أو will plus verb in the infinitive. نشوف مع بعض الجملة بتاعتنا. إحنا عندنا هنا الجزء الثاني هو اللي كامل، يبقى احنا ناقصنا الجملة بتاعت اف ناقص فيها الفعل اللي هو في زمن المضارع البسيط. نرجع كده على كلامنا، if the engine stops إذا المحرك وقف the plane will crash الطائرة هتتحطم. if the engine stops دي بنسميها yes stop close أو جملة فعل الشرط اللي بتتكون من ايه؟ عندنا فيها if اللي هي إذا ومعاها الفعل بيكون في زمن المضارع البسيط. طيب the plane will crash يعني الطائرة ستتحطم، will crash يبقى هي دي جملة بنسميها جواب الشرط أو main clause بيكون فيها الفعل في زمن المستقبل البسيط، أو will plus verb in the infinitive form will معها الفعل في المصدر. نشوف السؤال اللي بعد كده، language functions يعني وظائف اللغة، يعني ازاي ان احنا نوظف اللغة في المواقف المختلفة. احنا عندنا حوار او dialogue، بنبص الاول على الحوار ككل بنحاول ان احنا نقرأه، واول جملة عندنا بتبين الحوار ده بيكون حول ايه. نقرأ مع بعض، Lamia and Sarah are talking about how they spent their weekend. Lamia وسارة بيتكلموا مع بعض هم ازاي قضوا اجازة نهاية الاسبوع. لميا في عندنا space you go anywhere at the weekend، بتسألها انت روحتي اي مكان في اجازة نهاية الاسبوع. طيب هنخمن مكان النقط دي هنخمنه ازاي؟ نبص على سارة ردت قالت ايه، no I didn't. يبقى في الحالة دي هسألتها بسؤال yes did you go anywhere at the weekend، هل انت ذهبتي في اي مكان في اجازة نهاية الاسبوع؟ قالت لها no I didn't I wasn't well، ما كنتش في حالة جيدة. so I stayed، أنا ما كنتش في حالة جيدة. فقعدت فين؟ yes at home، يبقى قعدت في البيت أو مكثت في البيت. لميا oh I'm sorry to hear that، أنا يؤسفني إن أنا أسمع ده. are you okay now، هل أنت بصورة جيدة الآن أو هل أنت في حالة جيدة الآن؟ قالت لها yes I'm fine. طبعا هتشكرها إن هي بتهتم بيها، بتقول لها thank you. وبكده نكون خلصنا our dialogue. سؤال بعد كده reading comprehension أو قطعة الفهم، إزاي نحن نقرأ قطعة الفهم بتاعتنا. طبعا نحن بنقرأها في الامتحان بناخد فكرة عامة عنها علشان نعرف ان احنا نشوف تفاصيل ممكن تهمنا في الأسئلة اللي هتيجي عليها، وبيجي عليها أسئلة اختياري وأسئلة بتحتاج مننا writing. نبص على قطعة الفهم أو our comprehension، read the following passage then answer the questions. هنقرأ مع بعض القطعة وبعد كده هنحل الأسئلة. العنوان بتاع القطعة بتاعتنا Do letters have a future؟ هل الخطابات مستقبل؟ نقرأ مع بعض، Telephone calls, faxes and emails are all faster than letters. المكالمات الهاتفية والفاكسات والبريد الإلكتروني أو الإيميلات كلها أسرع من الخطابات. However, traditional letters still have advantages in business. ومع ذلك الخطابات التقليدية بتكون لها مميزات أو مزايا في الأعمال أو في الأعمال التجارية. For example، على سبيل المثال، business people often send a letter to confirm an agreement because they want a written record of it.
على سبيل المثال رجال الأعمال يعني في الغالب بيفضلون إن هم to send a letter to confirm an agreement، إن هم يبعتوا خطاب علشان يأكدوا على اتفاقية، لأن الخطاب بيكون بمثابة سجل مكتوب للاتفاقية دي. Letters are better than faxes for important agreements because a letter is an original signed document but a fax is only a copy. يعني الخطابات بتكون أفضل من الفاكسات بالنسبة للاتفاقيات الهامة، لأن الخطاب بيكون عبارة عن مستند أصلي وموقع، ولكن الفاكس بيكون مجرد نسخة. Letters also look better. الخطابات أيضا بتبدو جيدة. ليه بتبدو جيدة؟ هنعرف ده من الجملة اللي بعدها. Fax machines don't always print well and they often use cheap paper. يعني دايما أجهزة الفاكس أو ماكينة الفاكس دايما بتطبع بصورة سيئة وبيستخدموا نوع رخيص من الورق. أخدين بالنا إن في ضمير they في تحته خط، وفي الغالب هيكون عليه سؤال. طب نشوف كده ضمير they ده بيعود على إيه؟ شوف كده الجملة من أولها. Fax machines don't always print well and they often use cheap paper. يبقى إذن they بتعود على yes that's correct fax machines. طيب نشوف بعد كده الجملة اللي بعدها. In many situations business people prefer to send a good letter on good paper. يعني في العديد من المواقف رجال الأعمال بيفضلون إن هم يرسلوا خطاب جيد على نوعية جيدة من الورق. Email is fast and cheap and does not need paper. يبقى الإيميل أو البريد الإلكتروني سريع ورخيص الثمن ولا يحتاج إلى ورق. But letters are more private which can be important in business. ولكن الخطابات بتكون أكثر خصوصية، وطبعا ده شيء مهم بالنسبة للأعمال التجارية. طيب نشوف الأسئلة اللي عندنا. Choose the correct answer from A, B, C or D. عندنا هنختار من المتعدد. أول سؤال عندنا number one. Letters are الخطابات بتكون A, slow يعني بطيئة، B, not useful يعني غير مفيدة، C, face to face يعني وجها لوجه، D, without advantages يعني بدون أي مميزات. طبعا هنختار that's correct slow. طيب number two. عندنا space is fast and cheap and does not need paper. ايه اللي سريع ورخيص الثمن ولا يحتاج الى ورق؟ yes من خلال قراءتنا للقطعة ده ايه؟ email. طبعا لا يحتاج الى ورق. number three the underlined word they refers to. طبعا احنا لسه قالين الكلام ده بتعود على fax machines او ماكينات الفاكس. number four في عندنا space is an original signed document. ايه اللي بمثابة سجل اصلي وموقع؟ طبعا اللي هو فاكس ولا letter ولا email ولا telephone call، طبعا اللي هو الخطاب او letter. بعد كده سؤال answer the following questions. number five why do business people often send a letter to confirm an agreement. ليه رجال الاعمال دايما بيرسلوا خطاب لكي يؤكدوا على اتفاقية؟ yes business people often send a letter to confirm an agreement because they want a written record of it. بيكون عايزين سجل مكتوب ليها. طيب السؤال اللي بعد كده number 6. Do you think letters have a future? Why not? هل تعتقد ان الخطابات ليها مستقبل؟ اذا هتقول yes هتقول yes ليه، واذا هتقول no برضو هتقول السبب. طيب نشوف الاجابة بتاعتنا. طبعا الاجابة بتاعتنا بنقدر ان احنا نستشفها من القطعة. انت لو في صعوبة بالنسبة لك ان انت تعبر او يبقى في كلمات السبيلنج بتاعها ممكن يكون خطأ، في الحالة دي انت بتستشهد بحاجات من القطعة او بجمل من القطعة بتسهل عليك حاجات كتيرة جدا. نشوف الحل بتاعنا. Yes I do. I think letters have a future because they are useful for important agreements. لان هم مفيدين بالنسبة للاتفاقيات الهامة. Letters are original signed documents. الخطابات بتكون بمثابة مستندات أصلية وموقعة. Letters also are more private than emails. وهي أكثر خصوصية من البريد الإلكتروني. سؤال بعد كده terminology خاص بالمصطلحات. Fill in the spaces with words from the list. السؤال اللي عندنا في عندنا فراغات، وهنستخدم الكلمات الموجودة أو المفردات الموجودة ونحطها مكان الفراغات. أول كلمة عندنا buy يعني بواسطة، buy يعني يشتري،
fill يعني يملأ، details يعني تفاصيل، managers يعني مدراء جمع مدير، go يعني مضى، sign يعني يوقع. Number one, space, go to a management meeting. مين اللي بيروح اجتماع الإدارة؟ طبعا yes that's correct, managers. Number two, the customer forgot to, الزبون نسى ان هو that check يعمل ايه في الشيك، yes ان هو يوقع sign. Number three, could you please, هل من فضلك، بعدين عندنا space, in this form. Form يعني استمارة، احنا بنعمل ايه في الاستمارة؟ That's correct, نملأ الاستمارة، fill in this form. Number four, I need some, انا احتاج بعض، وفي عندنا space, about the goods، محتاج ايه؟ بعض، yes that's correct, details يعني تفاصيل. Number five, I saw him 2 days, انا شفته او رأيته من ايه؟ 2 days, من يومين مضوا، yes اللي هي ago, 2 days ago. Number six, can I travel, هل استطيع ان اسافر، وفي عندنا space, train to Aswan، طالما يسافر وفي عندنا train وسيلة مواصلات يبقى على طول هنختار by يعني بواسطة. تمام، بعد كده السؤال اللي بعد كده writing، السؤال ده مهم جدا ان احنا نركز فيه. سؤال بيقول number five, write a paragraph of 6 sentences on only one topic. هتحل السؤال بتاع الباراجراف ده هنعمل ايه؟ طبعا احنا لازم نركز كويس جدا في المعلومات اللي عطيها لنا، يعني لازم نعرف العنوان بتاع الباراجراف او الموضوع بتاعه هو عباره عن ايه، وده اللي هنكتبه في الاول، وبعد كده بنبتدي الجمل تكون جمل بسيطه سهله، ما تحاولش ان انت تكتب كتير عشان ما تغلطش في سبيلينج، وتبتدي اول جمله اول سنتنس لازم تسيب مسافه كده حوالي 5 letters او حوالي كلمه، وبتكمل بقيه الجمل. طبعا كل ما تنهي كل جمله بتحط فول ستوب وتاخد بالك من punctuation. نحل مع بعض our paragraph. Write a paragraph of 6 sentences on only one topic. احنا في عندنا موضوعين هنختار منهم واحد. Number one, an accident at work. An accident at work يعني حادث في العمل او حادث حصل في العمل. Use these guiding questions. جاب لك اسئله والاجابات بتاعتها هنكون منها جمل بتكون هتكون لنا our paragraph. Number one, when and where did the accident happen? امتى واين حصلت الحادث او حصل الحادث ده. Number two, who is the person and what is his or her job? مين الشخص اللي تم إصابته ووظيفته أو وظيفتها إيه؟ Number three, what did the person injure? طبعاً هو بيسأل على الإصابة بتاعته كانت فين؟ Number four, how did it happen? كيف حدثت الإصابة أو كيف حدثت الحادثة؟ Number five, what did the doctor say? الطبيب قال إيه؟ Number six, how can this injury be prevented in the future? كيف سيتم منع حادث مماثل لده ان هو يحدث في المستقبل. العنوان بتاعنا an accident at work، ده اللي هننقله في الاول، اهو كتبنا العنوان an accident at work. بعد كده نبتدي اول جملة an accident happened yesterday at school، يبقى انا قلت له كده امتى حصلت والمكان بتاعها. بعد كده الجملة التانية مستر احمد علي a computer teacher، مستر احمد علي ده بيشتغل مدرس كمبيوتر، injured his back، اصاب ظهره. ازاي حصلت الحادث ده، ازاي حصل الحادث ده؟ the accident happened when مستر احمد tried to lift a computer from the floor onto a desk. يبقى الحادث حصل لما مستر احمد حاول ان هو يرفع كمبيوتر من الارض الى المكتب بتاعه. وبعدين حصل ايه بعد كده؟ he was taken to the hospital and the doctor advised 1 week off work. هو تم نقله للمستشفى والطبيب نصحه بان هو ياخد اسبوع من اجازة من العمل. The school headmaster told the school staff. المدير بتاع المدرسة أوصى أو أبلغ هيئة العاملين في المدرسة they should not lift heavy object and they should call the maintenance staff to do that. يبقى إن هما لا يجب عليهم إن هما يرفعوا heavy objects أو أشياء ثقيلة، وإن هما يتصلوا بموظفين الصيانة لأداء هذه المهمة. كده بنكون خلصنا our paragraph. نشوف الموضوع التاني number two,
write a paragraph 6 sentences on transport in the past and the present. يبقى الموضوع التاني بتاعنا transport in the past and the present, يعني النقل في الماضي وفي الحاضر. Use these guiding words. هنا في الحالة دي جايب لنا كلمات. الكلمات دي هنكون منها جمل والجمل هتعمل الباراجراف بتاعنا. طيب 100 years ago many people traveled road not car. يبقى دي هنكون منها جملة. يعني مثلا ممكن نقول ان في ناس كانت بتسافر من 100 سنة by road, يعني برا, ولكن ليس عن طريق السيارة. نجمع كده الافكار مع بعض فكرة في الجمل, وبعد كده الافكار دي هنكتبها in English في جمل سليمة. نشوف كده الجملة التانية. People sent goods Cairo London but not plane. يبقى الناس كانت بترسل البضائع من القاهرة للندن ولكن ليس عن طريق الطائرة. جملة اللي بعدها many weeks. يبقى ممكن نحن نقول ان هي كانت بتستغرق اسابيع كتير. Nowadays easier faster. يبقى هذه الايام بتبقى اسرع واسهل. 5 hours air few days sea road. يبقى بتاخد مثلا 5 ساعات جوا وايام قليلة عن طريق البر او البحر. It's quicker send goods plane than by ship expensive. طبعا ممكن اقول من الاسرع ان انت ترسل البضائع بالطائرة عن السفينة ولكنها بتكون مكلفة اكثر. طيب اول حاجة نبتدي بيها بقى our paragraph, العنوان بتاعنا transport in the past and the present. نكتب العنوان وبعد كده هنبتدي اول جملة. 100 years ago many people traveled by road but they didn't travel by car. ولكنهم لم يسافروا عن طريق السيارة. 100 years ago يعني من 100 سنة كانت الناس بتسافر برا ولكنهم لم يستخدموا السيارة. People sent goods from Cairo to London but not by plane. كانت الناس بترسل البضائع من القاهرة إلى لندن ولكن مش عن طريق الطائرة زي ما بيحدث الآن. The journey took many weeks. الرحلة دي كانت بتاخد أسابيع عديدة. Nowadays it's easier and faster. هذه الأيام طبعا بتكون أسهل وأسرع. It takes 5 hours by air and only a few days by sea or road. بتاخد 5 ساعات جوا وفقط بضعة أيام عن طريق البحر أو برا. طيب بعد كده it's quicker to send goods by plane. من الأسرع أن أنت ترسل البضائع عن طريق الطائرة ولكن than by ship. But it is more expensive. يعني من أسرع أن أنت ترسل البضائع عن طريق الطائرة عن إرسالها عن طريق السفينة, ولكنها more expensive يعني غالية الثمن أكثر, مكلفة أكثر. طيب بعد كده السؤال الثاني for writing. Write a letter from Sarah Sanderson to at BUS Egypt to Will Smith. يبقى كتابة الخطاب زي ما احنا خدنا الحلقة اللي فاتت ازاي هنكتب الخطاب. احنا قلنا ان قدامنا الورقة بتبقى فاضية, لازم نحدد هنكتب ايه ناحية اليمين وهنكتب ايه ناحية الشمال. What right to the right, what right to the left. طيب احنا هنحدد كده بناء على ايه؟ بناء على الحاجات اللي موجودة في السؤال, المعلومات اللي جابها لك في السؤال. تمام, بناء على المعلومات هتقدر تحط معلومات ايه ناحية اليمين ومعلومات ايه ناحية الشمال. بص كده في السؤال بتاعنا. Write a letter from. يبقى هنحدد from يعني من. هنحدد مين بقى اللي كاتب الخطاب؟ Sarah Sanderson. يبقى إذن كاتب الخطاب أو الراسل Sarah Sanderson. هل هو وضح لك سارة ساندرسون معلومات عنها, يعني قال لك أي معلومات عنها, مكانها فين, شركتها إيه, العنوان بتاعها إيه؟ لا, هو قال at US Egypt بس. يبقى في الحالة دي مفيش أي معلومات هنحطها عن سارة ساندرسون, مجرد بس إن إحنا هنمضي باسمها. طيب بعد كده تاني حاجة أنا محتاجها إيه؟ to, يعني إلى ويل سميث at the training company 167 الفلوت ستريت مادي كايرو. يبقى دي المعلومات اللي أنا حطها في بيانات المرسل إليه. يبقى أول حاجة بحطها بنفس ترتيبهم كده, هو مسهل عليك الدنيا خالص, جاب لك الترتيب بنفس الطريقة اللي أنت هتحطه بيه. يعني ويل سميث ده اسمه, الترين سي أو دي شركته, و 167 الفلوت ستريت مادي كايرو ده كده العنوان بتاعه.
طيب بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده هنشوف المحتوى بتاع الخطاب هنكتب فيه ايه. The letter says that الخطاب بيقول ان POS would like a course of evening lessons. شركة POS تود ان هي تعمل دورة تدريبية عبارة عن يعني evening lessons، يعني هتاخد كورس ليلي او يعني هتاخد دروس ليلية في المكاتب بتاعة شركة بي او اس، at the POS office، في المكتب بتاع شركة بي او اس. The number of employees attending the course will be 12، يعني عدد الموظفين اللي هيحضروا الكورس او الدورة التدريبية دي هيكون عددهم 12. يبقى انت هتاخد المحتوى ده، ممكن تضيف عليه اضافة بسيطة، وممكن ان انت ما تضيفش اضافة، تاخده زي ما هو، ولكن بتغير لو في ضمائر هتتغير حسب سياق الكلام، لان انت اللي بتقول الكلام، مش هو اللي بيوجهه لك، انت بتقول الكلام، بتوجه انت الكلام، يعني ممكن تغير حاجات بسيطة في الكلام، الضمائر مثلا او كده، حسب سياق الكلام. نبتدي مع بعض نشوف هنعمل ايه. يبقى اول حاجة هنشيلها the letter says that، وهننقل بقى ايه المحتوى بتاع الخطاب. نبتدي نكتب مع بعض الخطاب. ويل سميث ده اسم المرسل اليه، وبعد كده بنكتب العنوان بتاعه، وبعدين بنكتب التاريخ ناحية اليمين. طيب احنا خلاص كده كتبنا المعلومات اللي بنحطها في الاول، بعد كده هنبتدي بايه؟ طيب نبص كده فوق خالص، في عندنا اسم المرسل اليه، يبقى انا كده هبتدي بايه؟ يس، هقول دير مستر، وهاخد اللقب بتاعه، يبقى دير مستر سميث، دير مستر سميث. طيب بعد كده هكتب ايه؟ هكتب المحتوى اللي هو اداهولي، مش هحط اي حاجه خالص، انا ممكن بس ايه اضيف اضافه طفيفه جدا من عندي، بحيث ان انا احط لمستي فيه، ولو انا شايف ان انا ممكن هغلط في سبيلنج ومش هقدر ان انا اضيف اضافه، باخد المعلومات اللي جايبها على طول، وبس بغير الضمائر حسب سياق الكلام. I am writing to confirm that، انا بكتب علشان اكد، بكتب لحضرتك علشان اكد ان we would like ممكن نقول احنا او بي او اس زي ما هو كاتب would like a course of evening lessons at the POS office. The number of employees attending the course will be 12، عدد الموظفين هيكون 12. كده خلصت خلاص المحتوى بتاع الخطاب. لسه باقي عندي ايه؟ ايوه لسه باقي ان انا انهي الخطاب. هنهي الخطاب ازاي؟ ابص انا بادئه بايه الاول؟ انا بادئه بدير مستر سميث، يبقى في الحاله دي هنهي بايه؟ يس يورز سينسيرلي. تمام، ناخد بالنا جدا، لان ده يعني بيبقى سبب في اخطاء كتيره جدا منكم، ان انت ما تاخدش بالك انت بادئ ازاي وتنهي نهايه مختلفه. يبقى طالما في عندنا دير ومستر والاسم، بيبقى في الحاله دي هننهي بيورز سينسيرلي. وبعد كده هنعمل ايه؟ هنوقع باسم مين؟ سارة ساندرسون. طيب بعد ما بنوقع بنكتب ايه؟ بنكتب اسمها وبنكتب الوظيفة بتاعتها. طب هو مش جايب الوظيفة من ضمن المعلومات، في الحالة دي بحط الاسم فقط. طيب ننقل على سؤال بعد كده، translation. سؤال نمبر 7، translate into Arabic، هنترجم للغة العربية. ترجم للغة العربية، اول جملة عندنا keep a record for a week and write down everything that you spend. طيب record يعني ايه؟ احنا خدنا كلمة record يعني سجل. طيب spend يعني ايه؟ ينفق. طيب احنا كده كوننا فكرة عامة عن الجملة، يبقى نترجمها مع بعض. احتفظ بسجل للأسبوع واكتب كل شيء تنفقه. احتفظ بسجل للأسبوع واكتب كل شيء تنفقه. Number two, if we work hard we might finish the work soon. اذا احنا اشتغلنا بجد هنخلص الشغل بسرعة. طب نكتبه بلغة عربية سليمة بقى، يبقى نكتب ازاي؟ ان عملنا بجد فقد ننتهي من العمل قريبا. طبعا احنا لازم ناخد بالنا كويس جدا من الترجمة، لان احنا لازم نكتب لغة عربية، يعني ما نكتبش باللغة العامية اللي احنا بنتكلم بيها. ممكن الافكار تجمعها في دماغك باللغة العامية، وبعد كده بقى لما خلاص هتنقل الافكار على الورقة بتاعت الامتحان هتنقلها بصورة صح. يعني لازم يكون عندك جملة مكتوبة بلغة عربية صحيحة، ما نكتبش كده الكلام زي ما احنا بنقوله لبعض، لا نكتب الكلام لغة عربية مظبوطة. نشوف الجملة التالتة معنا، she isn't working now as she doesn't work on Fridays. يبقى الترجمة بتاعتها تكون هي لا تعمل الآن حيث أنها لا تعمل أيام الجمعة. السؤال بعد كده أو الجزء الثاني من سؤال translation، translate into English only one sentence،
هناخد المفروض ان بيجي لك ان انت تختار جملة من الجملتين، احنا هنحلهم الاثنين مع بعض. يجب ان يتضمن الخطاب التجاري التاريخ وعنوان المستلم. طيب احنا خدنا الخطاب التجاري معناها ايه؟ معناها business letter. والمستلم، المستلم اللي هو recipient. يبقى في الحالة دي هنترجم ازاي؟ The business letter should include the date and the recipient's address. Business letter should include the date and the recipient's address. تمام. بعد كده الجملة اللي بعد كده، من فضلك تأكد أن لديك أدوات مكتبية كافية للاجتماع. طيب من فضلك يعني إيه من فضلك؟ please. تأكد يبقى please make sure that you have enough stationery for the meeting. Please make sure that you have enough stationery for the meeting. تأكد ان لديك ادوات مكتبية. ادوات مكتبية يعني كلمة stationery. For the meeting يعني للاجتماع. وبكده نكون خلصنا اول exam. هنبتدي في exam 2 برضو بنفس ترتيب الاسئلة بتاعتنا. Vocabulary and structure. السؤال ده برضو بيكون عن المفردات والجرامر او الحاجات اللي احنا اخدناها، الجرامر اللي احنا اخدناها طول الترم. Choose the correct answer from A, B, C, or D. أول جملة عندنا An annual meeting is a meeting that is held. الاجتماع السنوي هو اجتماع يعقد. For a committee للجنة. B, every month كل شهر. C, every year كل سنة. For shareholders only يعني للمساهمين فقط. طبعا الاجتماع السنوي بيعقد every year. That's correct. Number two, the shareholders are the shareholders قلنا اللي هم المساهمين. المساهمين هم بيكونوا في عندنا space of a company. بيكونوا owners يعني owners يعني ملاك. Customers يعني زبائن أو عملاء. Staff يعني هيئة عمل. Employees يعني موظفين. طبعا shareholders اللي هم yes that's correct. Owners يعني مساهمين. Number three اللي هم الملاك يعني المساهمين اللي هم الملاك. Number three, please accept our. من فضلك تقبل our. A بقى في عندنا space for the mistake. Mistake يعني لازم يكون في اعتذار. طيب نشوف ال options الموجودة قدامنا. A, fault يعني خطأ. B, apologies يعني اعتذارات. C, sorry يعني اعتذر. D, worry يعني يقلق. طبعا هنختار كلمة apologies يعني اعتذارات. بعد كده number four, we call the printed company's name at the top of a letter. بنسمي الجزء المطبوع في أعلى الخطاب. في جزء بيبقى مطبوع في أعلى الخطاب. ده بنسميه إيه؟ A, the letterhead رأس الخطاب. B, the letter writing كتابة الخطاب. C, the right letter الخطاب الصحيح. D, the letter bottom يعني أسفل الخطاب. طبعا ده بنسميه the letterhead أو رأس الخطاب. Number five, a shop which is one of many shops with the same name is. محل من ضمن مجموعة محلات بنفس الاسم ده بنسميه إيه؟ A, warehouse يعني مخزن. B, wholesaler يعني إيه wholesaler يعني تاجر الجملة. Chain store يعني سلسلة محلات. Retailer تاجر القطاعي أو التجزئة. طبعا بنسميه chain store أو سلسلة محلات. لما يكون عندنا محل من ضمن محلات كتيرة بنفس الاسم بنسميها سلسلة محلات أو chain store. Number 6, Ali goes to work. في عندنا space car. على طول علي بيروح الشغل بايه؟ بالعربية يعني by car. على طول ايه بيبقى فيه ايه؟ by car, by bus, by train. تمام. Number 7, the train space at 4 PM. طبعا احنا عندنا at 4 PM يعني عايز اقول القطار بيغادر الساعة 4 مساء. طيب ده بيفكرنا بايه؟ احنا بنتكلم عن جدول زمني. جدول زمني يعني time table يعني بنتكلم عن زمن المضارع البسيط او زمن the present simple tense. زمن المضارع البسيط نشوف كده نفتكر مع بعض. زمن المضارع البسيط اللي هو بيبقى الفعل مع هي وشي وات في اس. طب نشوف كده احنا عندنا train
يعني ممكن لو شلنا كلمة the train هنحط مكانها الضمير ايه؟ it. it بيجي مع الفعل في yes that's correct. leaves بيجي مع الفعل في s. طب حد هيقول لي طب احنا ليه ما اخترناش starts؟ starts مش مناسبة للمعنى، هي في زمن المضارع البسيط ولكن لا تعطي المعنى اللي احنا عاوزينه. احنا عايزين المعنى اللي هو القطار بيغادر الساعة 4 مساء. number 8 the angry customer الزبون الغاضب space that the desk was broken. طيب الزبون الغاضب اشتكى او قال ان ال the desk اللي هو المكتب بتاعه كان مكسور. طيب the angry complained عايز اقول ان هو اشتكى ان المكتب بتاعه was broken. نبص كويس قوي على الجمله، الجمله دي زمانها ايه؟ yes زمن ماضي in the past، يعني في عندنا was broken يبقى ده ماضي، يبقى اذا هنبتدي الجمله بتاعتنا بايه؟ reporting verb بتاعنا هيبقى ايه؟ هيبقى برضو في زمن الماضي. في عندنا فعلين في زمن الماضي اللي هو complained و told. احنا قلنا ان verb told لازم يجي بعده object يعني مفعول به. طب هنا مفيش object يبقى في الحاله دي هنختار complained يعني اشتكى. طيب ننقل على السؤال اللي بعده number 9. I didn't post the letters. Space I forgot. أنا ما بعتش الخطابات بالبريد. I forgot. ليه؟ لأن أنا نسيت، يبقى because. Number 10. It's space to speak English than to write it. طيب طالما احنا في عندنا ذا يبقى في عندنا مقارنة بين صفتين، يبقى الصفة اللي بيبقى ليها مقطع واحد بنحط لها ER. في الحالة دي عندنا yes easier. Yes. يبقى it is easier to speak English than to write it. من الأسهل إن احنا نتكلم باللغة الإنجليزية عن أن نكتب بها. طيب بعد كده سؤال بعده language functions أو وظائف اللغة. برضو زي ما احنا حلينا من شوية our dialogue هنحل بنفس الطريقة، يعني هناخد كده الفكرة بتاعتنا من الجملة المكتوبة في الأول، يعني احنا لازم نقرأ الجملة المكتوبة في الأول دي هتدي لك أفكار كتير عن dialogue، ونراعي ان انت ما تبصش على أول جملة وتبقى مش عارف النقط مكانها ايه، لا انت لازم تبص على الرد بتاع الجملة اللي بعدها، يعني هنقدر ان احنا نستنبط منه السؤال او النقط كان فيه في مكانها ايه. نبص مع بعض على الحوار بتاعنا او our dialogue. A customer is in a shop asking the assistant about a jacket. عندنا زبون او عميل واقف في محل وبيسأل البائع عن jacket. Customer space me how وبعدين في space تاني is this jacket. طيب احنا كده مش عارفين نحط ايه مكان النقط. طب نبص على الاسيستنت رد عليه قال له ايه، او البائع رد عليه قال له ايه؟ 81 pounds. يبقى في الحالة دي هو كان بيسأل على ايه السعر. طب احنا بندخل نسأل على السعر على طول اكيد بنستأذن الاول او معذرة او حاجة، يبقى بنقول ايه؟ yes excuse me how much is this jacket. assistant ردت عليها قالت لها 81 pounds. customer is that the sale price؟ هل ده سعر الاوكازيون؟ ردت عليها assistant لا yes it was 90 pounds and there's a 10%. طالما في اوكازيون يبقى في ايه؟ في خصم، يبقى 10% ايه؟ 10% discount. discount يعني خصم. بعد كده reading comprehension دي قطعة الفهم. read the following passage then answer the questions. نقرأ مع بعض قطعة الفهم. the accounts department ده العنوان بتاعها اللي هو قسم الحسابات. businesses keep a record of money that they spend and money that they receive. يعني ايه businesses؟ businesses اللي هي الشركات التجارية او الاعمال التجارية بتحتفظ بسجلات للاموال اللي بتنفقها والاموال اللي بتستلمها. in a big business في الشركات الكبيرة او الشركات التجارية والاعمال التجارية الكبيرة this is the job of the accounts department. دي وظيفة قسم الحسابات. many small businesses use accounts books and write in them by hand. العديد من الشركات التجارية او الاعمال التجارية الصغيرة بتستخدم accounts books يعني اللي هي دفاتر الحسابات وبتكتب فيها بخط الايد. big businesses use spreadsheets on a computer. الشركات التجارية والاعمال التجارية الكبيرة بيستخدموا spreadsheets اللي هو برنامج الجداول الالكترونية او برنامج نسميه excel on a computer على جهاز الكمبيوتر.
The pages are in accounts book and the spreadsheets on computer. Both have rows and columns. سواء كانت الصفحات the pages in an accounts book سواء كانت الصفحات موجودة على الaccounts book موجودة على دفتر الحسابات أو في الجداول الإلكترونية أو الإكسل على جهاز الكمبيوتر الاثنين لازم يكون فيهم rows and columns يعني في صفوف وأعمدة. The difference is that a computer can automatically calculate the totals. الاختلاف ان جهاز الكمبيوتر can automatically يعني بصورة تلقائية بيحسب الإجمالي بتاع الحسابات بتاعتنا. Mark Newton works in the accounts department. Mark Newton بيشتغل في الحسابات في قسم الحسابات في شركة PUS UK at PUS UK. Yesterday, POS received 20 checks from customers. بالأمس شركة POS استلمت 20 شيك من العملاء. The accounts department paid the checks into POS bank. القسم الحسابات حط القيم بتاعة الشيكات دي في البنك باسم POS. And Mark entered the 20 amounts on a spreadsheet. ومارك أدخل العشرين قيمة على برنامج الجداول الإلكترونية. POS also sent money to 7 suppliers. شركة POS أرسلت نقود أو أرسلت مال لسبع موردين. Mark checked the bills, the 7 bills first, and he found a mistake in one, so POS did not pay the full amount. يبقى Mark checked the 7 bills first. Mark راجع السبع فواتير الأول واتلقى أن في خطأ في فاتورة واحدة منهم. ولذلك POS did not pay the full amount. شركة POS لم تدفع القيمة كاملة. طيب نشوف الأسئلة الموجودة على القطعة. Choose the correct answer from A, B, C, or D. أول حاجة the accounts department قسم الحسابات بيكون إيه؟ A is a big business هو عمل كبير أو عمل تجاري كبير. B keeps records يعني بيحتفظ بالسجلات. C spends money يعني بينفق أموال. D is a job title يعني هو مسمى وظيفي. طبعا قسم الحسابات بيحتفظ بسجلات يعني B keeps records. Number 2 space have rows and columns ايه اللي بيكون فيه صفوف وأعمدة؟ A spreadsheets جداول إلكترونية. B accounts department قسم الحسابات ولا C computers اللي هو أجهزة الكمبيوتر ولا D big businesses اللي هي الأعمال التجارية الكبيرة. طبعا بيكون الإجابة بتاعتنا spreadsheets أو الجداول الإلكترونية بيكون فيها صفوف وأعمدة. سؤال اللي بعد كده number 3 space calculates the totals and on a spreadsheet. ايه اللي بيحسب الاجماليات على spreadsheet على برنامج الجداول الالكترونية؟ A a secretary السكرتيرة. B an accounts clerk موظف الحسابات ولا C am a man with a calculator يعني شخص قاعد بآلة حاسبة ولا D a computer. طبعا هنختار computer. Number 4 entered means كلمة entered أو فعل entered means بيعني space in this text في النص ده معناه ايه؟ paid يعني دفع. B went in يعني دخل. C inserted يعني أدخل. D calculated يعني حسب. طبعا هنا هتكون بمعنى أدخل inserted. طيب الأسئلة بقى اللي هتحتاج مننا كتابة. أول سؤال answer the following question. How many bills contained mistakes? كم عدد الفواتير اللي كان فيها أخطاء؟ Mark found a mistake in one. يبقى Mark اتلقى في خطأ في فاتورة واحدة بس. طيب بعد كده number 6 Do you think Mark is good at his job? Why not?
طبعا السؤال ده محتاج رأيك، السؤال اللي بيبقى محتاج رأي زي ما قلنا، انت بتحط ايوه انت معتقد كده او لا، وبتاخد من القطعة الحاجات اللي هتساعدك. يعني لو انت شايف ان انت لو عبرت بطريقتك هتتلاقي يبقى فيه اخطاء، بتاخد من القطعة جمل بحيث ان هي تساعدك في تعزيز الرأي ده، زي ما هنشوف مع بعض كده. Yes I do، يبقى انا بعتقد فعلا ان مارك كويس جدا في شغله. Mark is good at his job because he checked the bills carefully. Mark جيد في شغله لأن هو راجع الفواتير بحرص وبحذر، راجعهم كويس جدا. He found a mistake in one. هو اتلقى خطأ في واحدة. So BOS did not pay the full amount. ولذلك شركة BOS ما دفعتش القيمة كاملة. السؤال اللي بعد كده terminology. Fill in the spaces with words from the list. طيب نشوف كده معاني الكلمات الموجودة عندنا، والكلمات دي هنستخدمها مكان النقط. أول كلمة عندنا plastic card أو بطاقة الائتمان، بطاقة البلاستيكية أو بطاقة الائتمان. Told يعني أخبر. Software يعني برنامج. Mind يعني رأي. Caller يعني متصل. Decided يعني قرر. Said يعني قال. طيب number one. A في عندنا space is a person